فيديو جديد في قناه وصفات سوسو. اليوم كنديروا البطاطا كومشي. غنبداو بالمقادير على بركه الله. هنا عندي 5 حبات بطاطا بيضاء نقيتها وغسلتها، هنا قطعتها دوار، هنا على حسب افراد العائله تاعكم، يعني الا كان عندكم بزاف نجمو تزيدوا. هنايا عندي حبه تاع بصل حيتها في الخشين، اللي ترابي خشين. هنا عندي بصوص تاع الثوم لازم تحرسوه بشويه خشين من الشرقه. هنا عندي 3 حبات طوماطيش رابي، 4 مغارف زيت، معروف كونسونطري تاع الطوماطيش والملح. وهنا عندي اسمه جناحه تاع الدجاج. هنايا نسيت الكاس تاع الماء، هنا مشيت الكاس تاع الموش كامل خلوه غير شويه باسكو رانا دايرين طوماطيش حب. هنايا كاينه ملاحظه على الطوماطيش حب اللي زدتها الطوماطيش. هنا الا ما عندكمش طوماطيش ولا ما تحبوش ديروها تنجموا ديروا الكاس تاع الماء كامل. هنايا نبداو نولي زيت بيس، عندي فلفل كحل وعندي ثوم غابي وعندي بابريكا ولا فلفل احمر عكري كيما تحبوا تقولوا لها نتوما. هنايا نجيب البصل، هنايا نجيب حبه البصل، نزيد طماطيش، نزيد 4 مغارف زيت، واحدة زوج نزيد الكونسونطري. هنا عندي مغرف كونسونطري، هنا ندير الملح، هنا الملح نتوما شحال تفضلوا، هنا الماء ما نديروهش. هنا واش نوصل هنايا الجناحة تاع الدجاج اللي كنت خدمتهم من قبل، ديرت لي زي بيس ديرتهم في الفريكو. انتوما واش ديروا الا ما كنتوش دايرينهم تحكموا مع التتبيله تاع الدجاج وتخدموه مع البطاطا. هنايا ندير فلفل كحل، فلفل اسود كما تحبوا، ثوم رابي، شويه زنجبيل غير شويه لان الدجاج يتبع بزاف الزنجبيل. واش نعسل انا لهنايا نخلطهم ونعاود نرجع لكم. هنا بعد ما خليت البطاطا مع لي سيبيستو كامل، هنا واش درت، هنا كما قلت لكم الجناحات كنت خدمتهم من قبل، حكمت الجناحات زدتهم مع البطاطا باش وخلط باش تاكولي لي سيبيستو تاعهم. لهنايا هاد الموف كنت دهنه تحت بالزيت من قبل. هنا واش نواسي نجيب هنا قبل لازم حاجه لازم نفرغ الماء. هنا هنا نجيب كبير نزيد شويه نفرغ الماء، هنا نحرك البطاطا، هنا الماء نخلوه هو اخر حاجه باش يكون فرغو كيما هكا راح يدينا كامل لي زيت بيست. هنا راح نزدف الجناحة تاع الدجاج، نجيب هاد الزيت شاكي. هنا أنايا نغطي بالبابي ألوميوم ونكون مسخنين الفرن من قبل، ندخلها طيب. هنا بعد ما طيب نرجع لكم نوريكم في طبقة طبقة. وفي الاخير هذه هي بطاطا كوشه بعد ما طابت. لهنا كي تمسوا البطاطا والدجاج تلقوها نطابو نحو الومنيوم باش الدجاج يحمر وتنشف لاصوص. نجيب هنايا لاسيات نقسم الخبز شويه، نجيب فورشيت باش تشوفو البطاطا طابت. او ميم طون
الدجاج طاب. ونتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب تاعكم. ما تنسونيش بالجيم وتعليق الوصفه اللي عجبتكم واشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. الى الملتقى ان شاء الله.